بعد الاتهامات باستفزاز من قبل إسرائيل معادية من قبل الجيش الروسي واستدعاء السفير الإسرائيلي من قبل وزارة الخارجية في موسكو، أعلن الرئيس الروسي أن سقوط الطائرة الروسية إل-20 من قبل الدفاعات السورية كان أمراً عرضياً ولا دخل لإسرائيل به. عام 2015 الطائرة الروسية قامت بقتال طائرتنا بإرادتها، أما هنا يبدو أن الأمر سلسلة من الظروف العرضية المأساوية، إسرائيل لم تسقط طائرتنا. بوتين الذي أعلن الحداد اعتبر أن إسقاط الطائرة فرصة جديدة لتعزيز القوات الروسية. بالنسبة إلى الرد، فسيكون رد فعلنا بتعزيز دفاعات الجيش الروسي ومرافقه المنتشرة في سوريا، هذه الخطوات سيلاحظها الجميع. الجيش الإسرائيلي أعرب في بيان عن حزنه لمقتل طاقم الطائرة نافياً أي علاقة مباشرة بالحادث، وحمل نظام الأسد وإيران وحزب الله المسؤولية الكاملة عن الحادث. الجيش الروسي حمل إسرائيل في بادئ الأمر اختفاء الطائرة الروسية بعد إعلانه أن ذلك تزامن مع إغارة 4 مقاتلات إسرائيلية من طراز F-16 على بنى تحتية سورية في اللاذقية، ما جعل طائراته في مرمى السوريين. الأزمة لم تنتهي، ولكن هي يعني تم تحديد سقفها إن صح التعبير. الرئيس فلاديمير بوتين خفض السقف كثيراً عندما تحدث عن ملابسات، قال إنها صدف، سلسلة صدف مأساوية أدت إلى الحادث، وفوراً هو يعني دفع الروس الحامية إن صح التعبير التي كانت في وزارة الدفاع تطالب بإجراءات عقابية قاسية، هو دفعها إلى التهدئة عندما قال إنه لا يمكن مقارنة هذه الحادثة بحادثة إسقاط الطائرة الروسية في تركيا في 2015. قال هنا في تلك الحادثة تم استهداف طائرتنا بشكل مباشر من المقاتلات التركية، بينما هنا الطائرات الإسرائيلية لم تستهدفنا بشكل مباشر بنيرانها. إذن هو وضع سقف معين. الآن الحديث يدور إنه ما هي النقاط التي يمكن الاتفاق عليها بين موسكو وتل أبيب لتجاوز هذه الأزمة أولاً ولعدم تكرارها، وهذا أمر ركز عليه بيان الكرملين بعد المحادثة الهاتفية أمس بين بوتين ونتنياهو، عندما قال إنه تم الحديث عن ضرورة عدم تكرار عمليات من هذا النوع، بمعنى إنه ضرورة تنسيق، رفع وتيرة التنسيق وتبادل المعلومات بشكل يعني كافي قبل وقت كافي، لأنه في هذه الحادثة الجانب الإسرائيلي أبلغ الروس بالتحركات العسكرية قبل دقيقة واحدة، ولم يكن بمقدور الطائرة الروسية مغادرة المنطقة إلى منطقة آمنة. إذن يبدو أن هناك نوع من، ربما تمارس موسكو بحسب بعض المصادر في روسيا في موسكو ضغوطا على تل أبيب بتقليص عملياتها، حصرها في المواقع التي يتم التأكيد فيها بأن هناك تحركات لحزب الله مثلا، وليس أن تطاول قواعد ومنشآت تابعة للحكومة السورية. هذا مطلب روسي طرحته موسكو أكثر من مرة في فترات سابقة. يعني ربما يكون الحوار بين الطرفين حول الإجراءات المشتركة التي يمكن اتخاذها، ولكن لن تذهب الأزمة أبعد من ذلك. يعني إجراءات عقابية مثلا، لا يمكن توقع إجراءات عقابية على إسرائيل. كل ما قاله بوتين أن روسيا سوف تعمل على تعزيز أمن قواعدها ورجالها عناصرها العسكرية في سوريا خلال المرحلة المقبلة، هذا يعني أنه ربما زج يعني تقنيات عسكرية جديدة إضافية من أجل تعزيز أمن هذه المنشآت. شكرا جزيلا لك رائد جابر، مراسل فرانس 24 في موسكو.